أبو عبد الله، بماذا تعلق على قرار السلطات البريطانية والذي تمثل في قيامهم بمنع عرض هذا الفيلم المسيء للسيدة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بماذا تعلق؟ سيد الفاضل، بالنسبة لبريطانيا، أولا هذا القرار ما كان من السلطة البريطانية، خليني أوضح بس هذه النقطة. هي كان من شركة من إحدى شركات دور السينما أو عروض السينما في إنجلترا، منعت يعني خشية من غضبة المسلمين من هذا الفيلم اللي فيه إساءة كبيرة جدا. لو كانت بريطانيا صادقة بقضية اليوم محاربة التطرف أو لا تريد الشغب أو لا تريد اليوم إثارة البلبلة ما بين المسلمين، لا طردت اليوم هؤلاء الناس الأوباش التكفيريين الإرهابيين اللي تحتضنهم اليوم بريطانيا. بريطانيا اليوم تحتضر ناس متطرفين وعليهم أحكام في الكويت وخارج الكويت ومن العراق ومن دول ومن القطيف أيضا ومن دول كثيرة خليجية وعربية وإسلامية تحتضرهم بريطانيا، بل أكثر من ذلك تعطيهم تصاريح وتفتح لهم قنوات تلفزيونية يشتمون بأعراض النبي، يشتمون بأصحاب النبي، يشتمون برموز الإسلام والمسلمين، يشككون بثوابت الأمة، يطعنون بالقرآن يعني نهارا يعني ليلا نهارا بكل أوقاتهم، يقولون بتحريف القرآن، بل يشككون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يثيرون الأحقاد يا أستاذ علاء. يعني هذه قنواتهم أكثر من 10 سنوات وتصرف لها الأموال مليارات، أرقام مرعبة. استحالة تكون هذه الأموال من بعض المحسنين بين قوسين ليؤمنون بهذا الفكر المنحرف، إنما هي أموال استخبارات دول عالمية تريد أن تحرك اليوم مشاعر المسلمين وتريد الاصطدام ما بين المسلمين، سنة بسنة، شيعة بشيعة، شيعة وسنة، هذه أشياء مقصودة. لذلك شوف بريطانيا ترعى، وأنا قلت لك أنها مخالفة قانونية، التراخيص، قضية إقامتهم، قضية شتائمهم للمسلمين الموجودين على الأراضي البريطانية أو في المسلمين أو الخطاب الموجه اليوم للخليج أو للدول العربية، وشوف قنواتهم كلها شتائم. فهذا الفيلم نقطة في بحر، هذا الفيلم فيه أكاذيب، في روايات غير صحيحة، في روايات أساسا يعني حتى علماء الجرح والتعديل وعلماء مصطلح الحديث لا يلتفتون لهذه الترهات وهذه الأكاذيب الموجودة. هم نسجوا صورة معينة للسيدة الجليلة فاطمة الزهراء عليها السلام، نسجوا صورة معينة وبمظلومية فاطمة الزهراء، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اغتصب حق فاطمة وضرب فاطمة وأسقط جنين فاطمة وكان هناك مسمار خلف الباب، كلام ترهات. هم يسيئون للإمام علي ويسيئون للسيدة فاطمة ويسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما يظهرون شخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفيلم.